لو الحكاية فيها إن فيديو الجمل والبول بتاعه صلى على النبي صح بالله. اولا من ناحيه بول الجمل سليم، فهو ليه فوائد كتير قوي قوي للجسم سليم. طبعا في ناس مثل في ناس مش متخيله ان الجمل مثلا دي قصيره الجمل سليم. الحاجه الوحيده اللي في الحيوانات كلها سليم هو البول الجمل الوحيد اللي فيه شفاء من ناحيه الكبد الطحال سليم، وبعد احيانا للسكر سليم. فوق منه اللبن اساسي، لبن الجمال ده فايدته بردك عنده يعني عمليه الخبر ذات نفسهم سليم، والدكتوراه ذات نفسها ما جابتش تحليل الجمل في ناحيه اللبن ومن ناحيه البول، لان دي حاجه ربانيه من عند ربنا سليم. على ايام الانبياء كانوا بردك هو بيشفي ليهم ساعه ما كان الواحد بيتعب من ناحيه الطحال او الكبد سليم او العصوه، فكانوا بيشربوه على طول دايما مع بعض سليم. واصبح الوقت في دول اجنبيه، عشان احب اعرفك، بقت تاخد النياسه نفسها تعملها مزارع هناك، وبقت تاخد منها اللبن سليم وبقت تبيعه دول اوروبيه. ديك العمليه دي مدفونه في مصر. في ناس هنا عندها استطاعه وعندها بيبقى عندها مقدوره، عندنا هنا بردك في سوقنا بتوقف مثلا على حوالي مثلا 20 ناقه 30 ناقه 10 نياء، بيحلبوا منهم اللبن والبول، بس ده بيفرقوا لله ما بيبيعوش بيتفرقوا لله. في واحد من زمان كان هنا اسمه عبد الله السعودي سليم، كان عامل مزرعه، ده الكلام دي من سنين، كان عامل مزرعه، وكان في الوقت دوت كان في حوالي من 2008 2005 كان عامل مزرعه بردك للبول جمال والايه واللبن، كان بيبيع حوالي في الوقت دوت الكيلو ب 25 جنيه كيلو اللبن. كيلو اللبن 25 جنيه دلوقتي. والبول كيلو البول كان ساعتها بيتباع بحوالي 15 جنيه سليم. الوقت اصبح الكيلو اللبن عشان تجيبه دلوقتي مش موجود سليم، ما مش هتلاقيه ب 60 جنيه او ب 70 جنيه. في دول اوروبيه دلوقتي بدات تنزل على السودان سليم، بقت تاخد اللي هي من هناك وتحلبها وتبيع البول لبن الجمال سليم. دي الموضوع دوت يعني منكرد عندنا في مصر، وفي ناس بتكش، بس هو فعلا هو شفاء. في ناس بتدور بالحلاوه سليم وبتقول يا رب بس الاقي شويه لبن جمال. احنا عندنا مزرعه بره هنا سليم بتاع جمعيتنا بردك في السوق سليم، موقف له حوالي 10 15 ناقه، بس دوت موقفه دي لله ما بياخدش منها اسباب سليم من ناحيه اللبن والبول. فيديو